حياكم الله ومشكورين على الاستضافة. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين بالتواصل معك الأستاذ علي، ونتحدث مباشرة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط. هو طبعا لاحظنا في الأيام السابقة مع اجتياح القوات الروسية إلى أوكرانيا يعني ارتفاع في أسعار النفط إلى أن وصلت إلى تقريبا في حدود $105، وكان هذا متوقع بحكم أنه يعني هناك كان تخوف موجود في السوق فيما يتعلق ب يعني صعوبة الإمدادات يمكن في يعني في الفترة ما بعد الاجتياح، وأيضا نفس الشيء العقوبات اللي كانت متوقعة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. ويعني وكان كثير من المحللين كانوا يعتقدوا أنه يمكن الأسعار قد تصل إلى $120 إلى $130، وكان يعني هذا هو المتوقع في ذلك الوقت. فلكن لاحظنا أنه يعني خلال اليومين الماضيات خصوصا يوم الجمعة مع يعني عدم وجود أو عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالعقوبات، لاحظنا يوم الجمعة أنه الأسعار انخفضت من 105 تقريبا أو 106 برنت، يعني أتكلم عن سعر البرنت، من 106 تقريبا إلى $97، يعني في حدود $5 إلى $6 نزلت خلال فترة زمنية قصيرة. ويعني الكثير من المحللين يعني يقولوا السبب في هذا النزول أنه يعني السوق كان مهيأ لقبول يعني لقبول الكثير من الضغوطات الأمريكية والضغوطات الأوروبية، خصوصا في العقوبات الاقتصادية والمالية، وأيضا حتى فيما يتعلق الطاقة. ولكن المشاهد يرى أنه يعني خلال اليومين إلى أمس طبعا في قرارات أخرى اتخذت أمس، لكن قبلها كانت الأمور ماشية بشكل يعني هادي جدا، عدم وجود الكثير من التخوف في الإمدادات النفطية على الأسواق العالمية، وبالتالي يعني المضاربين وأيضا المستوردين من النفط في كثير من الدول الأسيوية وحتى الأوروبية والأمريكية لاحظوا هذا الشيء، وانخفضت الأسعار بحدود مثل ما قلت تقريبا في حدود $6. ما هي التوقعات للأسعار التي سيعلن عنها يوم غد الاثنين يعني بعد توقف؟ أنا أتوقع يعني خلال الـ 24 الساعة الماضية مع يعني اجتياح أكثر ودخول القوات الروسية إلى مشارف كييف والتخوف باستمرارية الحرب يعني لأيام قادمة وأسابيع قادمة، ووجود بعض المؤشرات حول مسألة العقوبات المتوقعة إلى 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 روسيا، خصوصا العقوبات المالية من خروج بعض المؤسسات المالية والبنوك الروسية من نظام السويفت، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لعقوبات على بعض الأفراد والشركات، بالرغم أنه هذه العقوبات إلى الآن يعني لم يعني يمس القطاع النفطي أو الغاز أو الطاقة بشكل عام الروسي، ولكن من المتوقع أنه يعني حدوث بعض الاضطرابات فيما تعلق في الأمور المالية، خصوصا أنه يعني العقوبات المتوقعة على المصارف وعلى البنك المركزي الروسي. فأنا أتوقع خلال يعني افتتاح السوق غدا في الشق الأسيوي، طبعا احنا السوق يبدأ عندنا من آسيا، أنا أتوقع أنه الأسعار يمكن أن ترتفع قليلا، ممكن ما راح توصل إلى 105 مباشرة، لكن أتوقع غدا أنه يعني نلاحظ بعض الارتفاعات يعني ترددات على القرارات التي اتخذت في خلال 24 الساعة الماضية، وهذه كلها مرتبطة حقيقة بالعقوبات وما صعوبة العقوبات التي ممكن أن تضر الاقتصاد الروسي بشكل خاص. نعم، نستثمر وجودك معنا الأستاذ علي لتقديم فهم أكبر عن أسعار النفط. يعني أكيد دول المنطقة
ارتفاع أسعار النفط تقابل بترحيب كبير، لكن متى يصبح هذا الارتفاع خطيرا وربما مردود عكسي على الدول المصدرة للنفط؟ كلام منطقي جدا وكلام صحيح، وأنا دائما أردد مسألة أنه يعني وحتى المسؤولين بعض المسؤولين في مسؤولين أو وزراء النفط يرددون كثيرا مسألة التخوف من الارتفاع الأسعار بطريقة يعني شبه عشوائية يعني واللي بدون وجود أسباب يعني اقتصادية أو أسباب مالية حقيقية. والخوف يأتي إنه هذه الارتفاعات، وطبعا نحن لما نتكلم عن الارتفاعات نتكلم على ارتفاع واستمرار في الارتفاع وليس التذبذب هذا اللي احنا جالسين نشوفه خلال الأسابيع الماضية، لأن يعني السعر يتذبذب، لكن نحن نتكلم عن متوسط شهري مثلا يوصل إلى $100. فنتوقع إنه مع هذه الارتفاعات المستمرة ويعني إنه يرفع من أسعار المواد التي تستخدم في قطاع الطاقة، خصوصا الشركات التي تقدم يعني الصيانة والاستمرارية في إنتاج النفط والغاز بشكل خاص. وعندما ترتفع هذه الخدمات وهذه المواد التي تدخل في إنتاج النفط والغاز، مباشرة سوف نلاحظ إنه يعني تكلفة الإنتاج النفط والغاز سوف تزيد، وعندما تزيد تكلفة الإنتاج يعني يكون هناك ضرر على بعض الموازنات، وخصوصا الدول التي تعتمد على النفط والغاز مثل السلطنة وغيرها من الدول المجاورة. فالخوف موجود، وبالمقابل أيضا نفس الشيء، يعني ليس فقط في ارتفاع المواد المستخدمة في قطاع الطاقة ولكن حتى الاستيراد. نحن يعني في عمان وغير عمان الدول المجاورة كلنا نعتمد على الاستيراد، الخوف انه المواد الاوليه حتى يعني سوف ترتفع مع استمرار في الارتفاع الغير مبرر في الاسعار. ما يعني ناهيك على موضوع التضخم بالنسبه للدول الاوروبيه وامريكا، وهذا يعني شيء يحسب حساب كثير من المتعاملين مع الـ يعني الاسواق النفطيه، وايضا نفس الشيء بالنسبه للاسواق الماليه والبنوك. فيعني لا نستطيع ان نقول انه الاستفاده يعني سوف تكون استفاده كبيره، ولكن ايضا نفس الشيء هناك اضرار على الحكومات ضروره اخذ هذه الامور في الاعتبار. وانا متاكد يعني باليقين انه يعني القائمين على الاقتصاد وعلى القطاع المالي في عمان بمعرفة يعني على معرفة تامة بهذه المخاطر. نعم، يمكن هذا السؤال ما دقيق للغاية أني أسأله، لكن ما هو السعر الذي تعتقد أنه صحي لأسعار النفط بالنسبة لدولنا؟ يعني ما هو المتوسط اللي في حدود الطبيعة؟ أنا حقيقة يعني كثير يعني هذا السؤال يطرح، ولكن انا في اعتقادي انه احنا نسميه انا اسميه السعر العادل. انا يعني لا احبذ استخدام كلمه يعني ما هو السعر التي يمكن من خلاله ممكن الاعتماد او التوازن بين المصروفات والمدخولات، ولكن انا يعني كل دوله على حده يمكن ان تحدد على ضوء الـ القدرة الاقتصادية لهذه الدول. مثلا عمان نحن عندنا يعني الحاجة إلى أو استخدام النفط والغاز أو مداخيل القطاع النفط والغاز يعتبر هو الأساس في الموازنة العامة للدولة. وبالتالي أي سعر يمكن يكون فوق 60 فوق 70 دولار يمكن يكون السعر يعني معقول، ولكن طبعا كل زيادة في الأسعار كلما كان مفيد إذا كانت ليس هناك ضرر على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المحلي. فهمت كيف؟ طبعا أي زيادة في السعر الدول المنتجة للنفط والدول المنتجة للغاز سوف تستفيد بكل تأكيد، إذا لم تكن هناك أي أضرار اقتصادية يعني مكملة لهذا الارتفاع. الخوف كل الخوف الترددات أو الارتدادات الاقتصادية على هذه الزيادات
الملحوظة في الوقت الحاضر. نعم، عندنا في السلطنة أتوقع يعني يمكن السعر العادل في الموازنة يمكن هو 60 دولار، فالآن 50 دولار أعتقد الموازنة. نعم، فبالتالي أتوقع اتخذت الحكومة بعض الإجراءات في أنها تستخدم الفائض من أسعار النفط سواء لتسديد العجز أو لبعض البنود، لكن أتوقع تتفق مع الأستاذ عبد الله أنه مهما ارتفعت أسعار النفط أو يعني أصبحت أفضل من المتوقع يجب أن لا تثنينا عن جهود التنويع الاقتصادي أكيد اللي نتبناه في المرحلة هذه. هذا طبيعي طبعا، يعني هو طبعا يعني وجود مصادر أخرى للدخل يعني طبعا هذا شيء يعني مفروغ منه، وكل الخطط الخمسية تتحدث عن تنويع مصادر الدخل، ويعني أتمنى من استغلال هذه الارتفاعات، وبالرغم أن هي احنا في بداية الطريق من الارتفاع، ليس ما وصلنا إلى الاستمرارية في الارتفاع أو إنه يعني الـ يكون مثل يعني فيه نوع من التوازن في الارتفاع. يعني أتوقع إنه تستخدم هذه الزيادات من الـ من الـ الآتية من الـ من ارتفاع أسعار النفط في يعني في أمور لها علاقة بالتنويع المصادر الدخل، وهذا أعتقد إنه يعني أصحاب المعالي وزير المالية ووزير الاقتصاد على علم، وهم أدرى بالخطط وأدرى بكيفية استغلال هذه الزيادات. نعم. في الأمور التي لها علاقة بتنويع مصادر الدخل. نعم. هذا طبعا شيء يعني مفروغ منه. نعم. الأستاذ علي بن عبد الله الريامي أخصائي في مجال تسويق الطاقة، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. آمين. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ علي، كان معنا للحديث.